السلام عليكم ورحمة الله. مراجعة الوحدة الثالثة من كتاب العمالقة أولى إعدادي. نبدأ كده بالسؤال اللي choose the correct answer from A, B, C or D. Which does محمد صلاح play؟ يعني أنهي رياضة محمد صلاح بيلعبها؟ الإجابة فوتبول. رياضة يعني إيه رياضة؟ يعني سبورت بس. Which sport does محمد صلاح play؟ صلاح is a person. صلاح شخص ايه؟ باد ولا كاين ولا كيدني ولا كايندلي؟ صلاح is a kind person. صلاح is a kind person يعني شخص طيب. سبورتس ستارز النجوم الرياضية، نجوم الرياضة always talk to their always يعني دايما talk يعني بيتحدثوا to their ايه؟ سبورتس ستارز always talk دايما بيتكلموا. وانا هنا بعد اولويز حطيت توك فعل بدون اضافات. ليه؟ لان احنا قلنا ان بعد اولويز بيجي بعديها فعل بدون اضافات او فعل في اخره اس. لو اللي قبليها جمع يبقى الفعل بدون اضافات. لو كنت قلت سبورتس ستار بس كنت قلت توكس. ماشي، يبقى سبورتس ستارز اولويز توك دايما بيتكلموا تو زير مع مين؟ دايما بيتكلموا مع مين؟ تو زير ايه؟ تو زير فانز. To their fans. Fans يعني الجمهور. صلاح money to build schools and hospitals in Egypt. يعني صلاح بيتبرع بالفلوس أو بيعطي فلوس علشان نبني مدارس ومستشفيات في مصر. يعني صلاح بيعطي فلوس. صلاح إيه؟ يعطي يعني إيه؟ يعني gives. صلاح gives money. My grandfather has got a white and a mustache. My grandfather يعني جدي has got a white ear and a mustache. mustache يعني شنب. white ايه بقى؟ لحية بيضاء، يبقى a white bird. لحية يعني bird، انما bread دي يعني خبز وbird دي يعني طائر. يبقى my grandfather has got a white bird. the woman in the first picture، السيدة اللي في الصورة الأولى has got long hair، شعر طويل وناعم. has got long straight hair. straight بالجي straight hair. أمال دي اسمها ايه؟ دي اسمها street يعني شارع. football is a sport in Egypt يعني كرة القدم هي لعبة مشهورة في مصر. football is a popular sport in Egypt. محمد صلاح is one of the best players. محمد صلاح هو أحد the best players in the world في العالم، أحد أفضل لعيبة في العالم. صلاح بلايد فور سام في مصر. صلاح لعب في نوادي مشهورة إن إنجلاند في إنجلترا أند إيطاليا. يبقى صلاح بلايد فور سام في مصر كلابس. كلابس نوادي. حسام حسن ميدو أند عصام الحضري آر أول فيموس إيجيبشن فوتبولرز. فوتبولرز لعيبة كورة. ماي فيفوريت سبورتس إيه؟ is دعاء الغباشي. يعني نجمتي الرياضية المفضلة، لاعبي الرياضي المفضل هي دعاء الغباشي. سبورتس ستار. which sport does محمد صلاح، أي رياضة محمد صلاح بيلعبها؟ play طول يعني طويل. is the opposite of هي عكس كلمة short يعني قصير. محمد صلاح plays football for a very good team in Europe. محمد صلاح بيلعب كرة قدم لفريق جيد جدا in Europe. in Europe. محمد صلاح has got dark curly hair. محمد صلاح عنده شعر dark يعني غامق وكيرلي ومجعد curly hair and a وعنده لحية. يعني ايه لحية؟ and a beard. has your friend got، خلي بالنا من كلمة got بيجي قبلها هنا have أو has. has your friend got her straight hair. has your friend got straight hair. has your friend got straight hair يعني هل صديقك عنده شعر ناعم. has Samir got her curly hair. curly hair. can you tell me more about his، ممكن تقول لي تكلمني زيادة عن ملامحه. يعني ايه ملامح الوجه؟ ملامح الوجه يعني ايه؟ ملامح الوجه يعني features.
فيتشرز اول واحده، لما فيزرز دي معناها ريش. طب ويزر، ويزر معناها طقس، وليزر معناها جلد. فيتشرز، فيتشرز. ابلين از فيري، الطياره مالها از فيري فاست، سريعه. كامنز ار فيري، زي كان كاري 200 كيلوز اوف باكس. زي كان يعني هم بيستطيعوا كاري يحملوا 200 كيلو من الشنط. يبقى الكاملز مالها ار فيري ايه، اقويه. يعني ايه اقويه؟ are very strong. The queen of England، ملكة انجلترا، is very، she has got many houses، عندها بيوت كتير. يبقى مالها؟ يبقى غنية. The queen of England is very rich، she has got many, many houses. How is the Cairo tower؟ It's 187 meters، 187 متر. يبقى بنتكلم عن ارتفاعه او طوله. احنا قلنا الطول الرأسي اللي هو زي البني آدم كده، او البرج او المبنى، هقول عليها وطول. انما الشارع، الثعبان، النهر، البحر، هقول هاولونج. الحاجة اللي هي بالعرض افقي هقول عليها هاولونج، انما الحاجة رأسي هقول عليها هاوطول. يبقى هاوطول مع من؟ ما ارتفاع كايرو تاور، برج القاهرة. ماي براذر هاز لونج، اخويا عنده شعر طويل، لونج هير اهي. ماي ايز ار ويك، يعني عينيا ضعيفة، نظري ضعيف. I need to see well، محتاج ايه عشان اشوف كويس؟ محتاج نظارة. طب يعني ايه نظارة؟ glasses. A baby bird، يعني الطائر البيبي لسه، is very، it can't fly، لا يستطيع ان يطير. يبقى ماله؟ very weak، ضعيف جدا. My aunt is very، she always gives me big presents، دايما بتديني هدايا كبيرة. يبقى مالها؟ طيبة. يعني ايه طيبة؟ يعني kind. I am not good at running، أنا مش كويس في الرننج. I am very slow، أنا بطيء جدا. أنا مش كويس في الجري، I am very slow، أنا بطيء جدا. A giraffe is a animal، يعني الجراف حيوان سريع. Is a fast animal. Nader always talks nicely to people، نادر دايما بيتكلم بشكل حلو مع الناس. He is very friendly، friendly، friendly يعني ودود. My grandma sometimes gives me presents، جدتي دايما بتديني هدايا. She is ايه؟ She is kind. Kind يعني طيبة. We can give money to help people، ممكن نتبرع بالفلوس عشان نساعد الناس الفقراء. Poor people. Mona has hair، it is not straight، هو مش ناعم. يبقى ايه؟ يبقى curly. منى has curly hair. رونالدو is a famous، he plays for Juventus، رونالدو هو لاعب مشهور. famous footballer. Italy and England، إيطاليا وإنجلترا are countries، هي دول فين؟ قارة ايه؟ إيطاليا وإنجلترا دول في دول في قارة ايه؟ قارة أوروبا. طب يعني ايه أوروبا؟ يعني Europe، Europe. Italy and England are countries in Europe. What does your brother like؟ يعني أخوك شكله عامل إزاي؟ What does your brother look like؟ What does your brother look like؟ My grandfather has got a big on his mouth، يعني جدي عنده a big إيه؟ on his mouth، على ماوس يعني على فمه. اللي موجود على الفم؟ مستاتش. مستاتش يعني شارب، الشارب هو اللي موجود على الفم. إنما في الفيس، في الوجه، أو في التشن، أو في الدق، ده بيرد. انما اللي على الماوس، على البق، فوق البق، يبقى مستاتش يعني شارب. The hair that grows on man's cheeks and chin، يعني الشعر اللي بينمو في man's cheeks، في خدود الرجل او chin او دقنه، is called beard. beard يعني لحية. People who enjoy watching their favorite team in the stadiums، people يعني الناس، who enjoy، الذين يستمتعون، watching مشاهدة، their favorite team، فريقهم المفضل، in the stadium، في الاستاد، are called، يسمون fans يعني الجمهور. My sister likes her hair to be، أختي بتحب شعرها يكون إيه؟ It's very light brown، لونه بني فاتح قوي. يبقى زي بقى إيه؟ يبقى أشقر. يعني إيه أشقر؟ يعني blonde. محمد صلاح is an Egyptian، محمد صلاح Egyptian،
نجم رياضي سبورتس ستار. فين بقى رياضي اللي هي الصفة؟ احنا قلنا سبورت يعني رياضة، انما رياضي الصفة من كلمة سبورت، سبورتس ستار، يبقى نجم رياضي سبورتس. دي مش دي، مش هبص في الاس بتاعت الملكية، لا سبورتس ستار. My little daughter has got a big smile. أختي الصغيرة عندها big smile، ابتسامة جميلة، ابتسامة كبيرة. I can't pick up that box. مش قادر pick up يعني يرفع أو يشيل الصندوق ده. My arms، دراعاتي are weak، ضعيفة. My brother short for basketball player. يعني أخويا ضعيف على انه يكون لاعب كرة سلة، يعني قصير الى حد ما. كويت شورت، كويت الى حد ما اللي هي يعني واحدة دي. امال كويت دي معناها ايه؟ معناها هادئ، بتساوي كلمة كالم، فاقصاها كلمة نويزي، انما الى حد ما كويت. ميسي ميني جولز افري يير، يعني ميسي بيحرز كثير من الاهداف كل سنة. يعني يحرز يعني سكورز. My brother is 1.85 meters، يعني طوله 185 متر، يبقى طول. I read Alice's Adventures in Wonderland، قريت قصة مغامرات أليس في بلاد العجائب. I read Alice's Adventures in Wonderland. A lot of people، كثير من الناس، watched my blog post. blog post يعني المدونة، blog post اللي هي رقم دي، blog post. The snakes are very animals، I am frightened of them. انا frightened، يعني ايه frightened؟ يعني خائف منهم، يبقى مالهم، يبقى scary. The snakes يعني الثعابين are very scary animals. My grandpa is very، he advises us a lot. جدي very ايه؟ sensible، حكيم، عاقل. he advises us a lot، بينصحنا كتير. write down what your teacher said. write down يعني اكتب كل المدرس بيقوله. in your notebook، notebook يعني كراسة. What's your favorite in this story؟ ما هي شخصيتك المفضلة في القصة دي؟ أليس، يعني إيه شخصية؟ يعني كاركتر. What's your favorite character in this story؟ The mother at her child when he played in the street. The mother shouted at. Shouted at يعني صرخت أو زعقت لابنها. When he played، عندما لعب في الشارع. عبد الرحمن has a good. He is very kind and sensible. هو طيب وسنسيبل وحكيم، يبقى عنده جود ايه؟ بيرسوناليتي. بيرسوناليتي يعني شخصية. عبد الرحمن has a good personality. You should have a good when you have an interview. لازم أن تكون عندك جود ايه؟ when you have an interview. interview لما يكون عندك مقابلة شخصية لوظيفة أو لأي حاجة، لازم أن تكون تستمتع بجود ايه؟ بمظهر جيد. يعني ايه مظهر؟ مظهر يعني ايه؟ يعني appearance. appearance، أبير يعني يظهر، appearance يعني مظهر. باسل can't run، he is fast in his wheelchair. باسل ما بيعرفش يجري ولكنه سريع في الكرسي المتحرك بتاعه، ولكنه يبقى بط. باسل can't run but he is fast in his wheelchair. My sister Lena has got long hair glasses، يعني أختي لينا عندها شعر طويل ونظارات and glasses. I like swimming in the pool. It's nice and cool. أنا بحب السباحة، حمام السباحة، لأنه جميل وكول يعني ورائع. يبقى because it's nice and cool. A brave person is happy to do something. A brave person يعني الشخص الشجاع is happy to do، بيكون سعيد إن هو يعمل حاجة خطيرة. يعني إيه خطير؟ يعني dangerous. A brave person is happy to do something dangerous. نمبر 2، وي ميك ا لوت اوف سينجز. كلمه سينجز ما بيجيش بعديها ابدا كلمه ميك، بيجي بعديها على طول كلمه دو. يبقى وي دو ا لوت اوف سينجز توجذر. انجلش از فيري ايزي.
a student who easy for a student. يعني الإنجليزي دايما بيكون سهل للطالب who studies hard، للطالب اللي بيذاكر كويس. يبقى English is very easy for. The match I saw last night، يعني الماتش اللي أنا شفته امبارح، was very interested. كان مستمتع ولا كان ممتع؟ كان ممتع، يبقى أشيل ال ED وأحط ING، يبقى was interesting. محمد صلاح is 1.75 meters tall. قلنا لما نيجي نتكلم على طول الإنسان أو أي حاجة رأسية زي المبنى أو أو البرج أو الإنسان أو الزرافة أو الجمل، بقول tall T A L L. محمد صلاح plays a very good team. محمد صلاح بيلعب في فريق جيد جدا plays for. محمد صلاح كان lots of goal. محمد صلاح يستطيع أن يحرز كثير من الأهداف. يحرز يعني score score S C O R E score. محمد صلاح كان score score S C O R E. We can give money to help. نستطيع أن نتبرع بالفلوس to help rich people، عشان نساعد الناس الأغنياء، لا الناس الفقراء. P O O R poor poor. I love، قلنا بعد love و like و hate يكره و dislike ولا يحب، و enjoy يستمتع و prefer يفضل، كلها بيجي بعديها أفعال في آخرها ing. I love learning، أحط لها ing. When I am home، كلمة home بيجي قبليها at عشان دي مكان صغير. When I am at home I watch football matches. He always talks to his fans، دايما بيتكلم مع الفانز. فانز يعني الجمهور F A N S. محمد صلاح has usually got a big smile. Smile S M I L E smile، عنده ابتسامة كبيرة. Smile S M I L E. Choosing a friend to ask him about himself، اختار صديق، ده فعل أمر. فعل لما بيجي في أول جملة بيكون فعل أمر، والفعل الأمر بيبقى فعل بدون إضافات، يبقى أشيل الـ ING وأحط E. Choose اختار صديق، لما بقول لك اعمل الواجب write your homework قوم اقف stand up، يبقى الفعل في أول جملة ده فعل أمر وبيجي بدون إضافات. Choose a friend. What do you look like، شكلك عامل إزاي؟ look look ال O O K. I can write، أنا ممكن أكتب a blog post. blog post يعني مدونة. write W R I T E write شكله W R I T E. All my sisters have got dark cruel hair. cruel ده يعني قاسي، لا dark curly hair. curly يعني curly C U R L Y. علي uses an armchair because he can't walk. علي uses، علي بيستخدم armchair يعني كرسي الانتريه، كرسي اللي هو بدراعات علشان مش عارف يمشي. لا بيستخدم a wheel chair. wheel W H E E L wheel chair W H E E L wheel chair يعني كرسي اللي بعجل، because لأنه he can't walk. we learn a lot of information، بنعرف كثير من المعلومات about the past، عن الماضي in history في التاريخ، نعرف معلومات كتير عن الماضي في مادة الايه التاريخ. تاريخ يعني history H I S T O R Y. I am always، أنا دايما ببقى مرعوب من الكلاب. frightened G silent frightened frightening يعني مرعب، يعني كلمة frightening بتساوي كلمة scary، إنما هي frightened. أشيل ال ING وأحط إيدي. rich people should help poor people، يعني الناس الأغنياء لازم يساعدوا الناس الفقراء. الفقراء يعني إيه؟ poor B O O R. a scary person الشخص المرعب can solve problems، ممكن يحل المشاكل. لا مش السكيري، امال مين؟ السنسبل سنسبل سنسبل سن سي بول اس اي ان اس اي بي ال اي سنسبل اس اي ان اس اي بي ال اي سنسبل يعني شخص حكيم، هو اللي سولف بيحل المشاكل. محمد صلاح is quite short يعني قصير الى حد ما، اشيل الايدات واحطها في الاخر. My friend is not strong، صديقي مش قوي. He is weak، weak دي يعني أسبوع، إنما weak ضعيف W E A K. He is good at scoring، هو كويس في إحراز الأهداف goals بدل ال T L. My homework is very difficult، الواجب بتاعي صعب جدا. But I can do it، لكن أعرف إن أنا أحله، بدل can't هقول can. Most men have short، معظم الرجالة عندهم شعر قصير.
هير شعر يعني هير H A I R. محمد صلاح plays for a team in Africa. لا محمد صلاح بيلعب في فريق فيه مش في أفريقيا، أمال فين؟ في أوروبا. يعني أوروبا يعني يوروب يوروب يوروب. أليس ثينكس ذات وندرلاند. أليس كانت بتعتقد إن وندرلاند أرض العجائب is interested مهتمة. لا ممتعة interesting. أشيل إيدي وأحط أي إن جي. I don't like watching TV. ما بحبش أتفرج على التلفزيون. I think it is. أعتقد إن هو ممل. يعني إيه ممل؟ يعني boring. My favorite hobby is math. هوايتي المفضلة هي الماس. لا مش هوبي، امال ايه؟ مادة دراسية. يعني مادة دراسية يعني subject. I write a post in my blog. انا كتبت منشور في البلوج بتاعتي. مش بوست كده، مش بوست، لا امال ايه؟ امال بوست. بوست يعني مدونة. I am very different for my brother. انا مختلف عن اخي. different from very different from مش for. My father is very busy because he plays sports every day. أبي مشغول جدا ولكنه يلعب رياضة كل يوم. ولكنه يبقى بط. He is very busy. He take many holidays. هو مشغول جدا ولكن بياخد اجازات. هي نقط لا معلش. He is very busy. هو مشغول جدا. هو لا يستطيع ان ياخذ كثير من الاجازات. يعني ايه لا يستطيع؟ He can't. All my brothers and sisters dark curly hair. كل اخواتي الصبيان والبنات عندهم curly hair. يعني ايه عندهم؟ يعني have got. ليه خدت have got وما خدتش has got؟ لان دول جمع. have got. My best friend صديقي صديقي المفضل short dark hair. عنده شعر غامق وقصير. عنده يبقى ايه؟ يا اما have got يا اما has got. طب هو مفرد يبقى has got. Has your father. في هنا في الاول ايه؟ في has، يبقى يجي بعديها تصريف ثالث. Has your father got. سمير got short hair. هل سمير عنده short hair؟ في الاخر yes I has. طبعا الاجابه فيها في الاخر yes I has، يبقى انا هبدأ بهاز. وكمان عندي كلمة جوت، وجوت بيجي قبليها هاف أو هاز، وسمير مفرد يبقى هاز. I dark hair. أنا عندي شعر غامق. I have got. My brother is young. أخويا صغير. He not not got a beard. يبقى ما عندوش beard. في هنا not، يبقى هو مش عنده، يبقى he has not. مش هينفع أقول hasn't، لو ما فيش not كنت قلت has. My uncle got a son or a daughter. هنا or يعني عمي. ما عندوش ولا ولد ولا بنت. hasn't got a son or a daughter. have you got long hair? no I have got short hair. no I have got لكن عندي short hair. can your brother كان بيجي بعديها فعل في الانفينيتيف مصدر فعل بدون اضافات. هل اخوك يستطيع؟ can your brother run fast? he can't swim. هو مش لا يستطيع ان يسبح. but ولكنه play football. لكنه يستطيع يلعب كرة قدم. but he can play football. she speak English well. she is very good at it. هي كويسة أوي فيه. فهي بتعرف تتكلم إنجليزي كويس. تستطيع يبقى can. does he like. بعد like بيجي الفعل في آخره ing. does he like playing basketball. سما لايك. كلمة لايك بيجي قبليها في السؤال يا دو يا دز. طب سما هتاخد دو ولا دز؟ هتاخد دز. دز سما لايك واتشينج تي في. شي لايك واتشينج تي في. يس شي دز. اولا السؤال هنا بيقول يس شي دز، يبقى انا هبدأ بدز. وكمان شي بتحب الاس يبقى دز. وكمان لايك بيجي قبليها الفعل المساعد بتاعها يا دو يا دز. يبقى دز شي لايك واتشينج تي في. اي دونت وونت. كلمة want يعني يريد. بيجي بعديها to المصدر. I don't want to read this story again. مش عايز أقرأ القصة دي تاني. من likes. بعد likes بيجي بعديها الفعل زائد ing. من likes painting. بتحب الايه؟ الترميم.
انس لايك، احنا قلنا لايك بيجي قبلها ايه؟ يا دونت يا دازنت، يا دو يا داز في السؤال. طب انس هياخد دونت ولا دازنت؟ لا هياخد دازنت عشان هو مفرد. انس دازنت لايك سويمنج. زي لاف، هنا في لاف باي ان جي، ليرنينج ات سكول يو توك تو يور فريندز ات بريك، في المدرسة تستطيع أن تتحدث مع أصدقائك في الفسحة. You can. I do this long exercise. I am too sick. أنا مش عارف أعمل التمرين الطويل ده. I am too sick. أنا مريض جدا. I can't do. You can. لسه قايلين can، بيجي بعديها ال infinitive. You can watch. منا can't swim. منا لا تستطيع السباحة. But she ولكنها تستطيع الجري. But she can run. We live without water. لا نستطيع أن نعيش بدون ماء. We can't live. My father always tells me about the things that I can, and can't do. بابايا بيقولني على الحاجات اللي ينفع أعملها واللي ما ينفعش أعملها. That I can and can't do. صلاح is famous so he can have a normal life. صلاح مشهور عشان كده ما ينفعش يكون عنده حياة عادية، حياته مش عادية. He can't have. He lives in England. هو عايش في إنجلترا. He can speak English. طبعا بيعرف يتكلم انجليزي. He can drive a car. هل يستطيع هو ان يقود السيارة؟ ده سؤال، يبقى لازم انا ابدا بفعل مساعد. الفعل المساعد لما بيجي في الاول يبقى معناه هل، يبقى انا كده هعمل معصر، هقول ايه؟ Can he drive a car? I am able to solve this problem. انا استطيع ان احل هذه المشكلة، يبقى انا بعرف احلها. I can solve it. I can go to the park. But I can't play football. أعرف أروح الحديقة لكن لا أستطيع ألعب كرة القدم. But I can't. I must play sports today because I have exams. ما ينفعش ألعب كرة قدم النهاردة لأن أنا عندي امتحان، يبقى I mustn't. علي كان بيجي بعديها فعل بدون إضافات. Speak. Sarah can visit you because she has a lot of homework. سارة مش هتعرف إن هي تزورك because لأن هي عندها a lot of homework، كثير من الورق. سارة can't visit you. I hope you a good holiday. أتمنى you have، لا you have، you have، لا you have. أتمنى إن أنت تقضي أجازة سعيدة، يبقى you have. She sat down and sat في الماضي and had another drink. أجيب برضو الماضي من has had. Look out، احترس. He not got a gun. He هو معاه. طب هنا في كلمة got، يبقى قبلها يا have يا has. طب هي هتاخد هاف ولا هاز؟ لا هتاخد هاز. هي هاز جوت اجن، احترز ان هو معاه بندقيه. كان اي، كان بيجي بعديها الفعل بدون اي اضافات. كان اي هاف. ماي بيست فريند، صديقي العزيز، هازنت طبعا عشان ده مفرد. طارق ذا انكل، عم طارق، هاز جوت ابيرد، عنده لحيه. بات هي هازنت جوت امستاتش، لكن ما عندوش شارب. جابان دي مفرد. has a population of over 120 million. يعني اليابان عندها has population، يعني عدد سكان أكتر من 120 مليون. has she got a blonde hair؟ هل هي عندها شعر أشقر؟ I have got some white hair. أنا عندي بعض الشعر الأبيض. عمر كانت بيجي بعديها فعل بدون إضافات. عمر كان tried. German people has got، لا have got عشان people جمع. hand doesn't like، بعد like بيجي بعديها الفعل زائد ing. And doesn't like eating. Do they، في هنا do أو does أو did، بيجي بعديهم الفعل بدون إضافات. Do they love learning. Does سلوى like، بعد like الفعل في آخره ing. Does سلوى like watching. نادية not like walking، نادية ما بتحبش المشي. Doesn't like. What your sister look like، كلمة look فعل بدون إضافات، يعني أختك شكلها عامل إزاي، مش هقول إيه، أمال أقول إيه، هقول does. What does your sister look like. Have you got glasses؟ ماشي كده المراجعة خلصت بتاعة الوحدة الثالثة منهج أولى إعدادي.